عاجب بس مين كده ما لقيتش كل ده. الامتحان كان وحش قوي قوي وما كانش زي النسخة التجريبية خالص. جابوا لناش الإيسي اللي قاعدين بندح فيه من طول السنة. الامتحان يعني متوسط بس في حاجات كتير صعبة، والكلمات يعني اكتريتها من بره المنهج اصلا. ايه يا جودي عاملة ايه؟ طمنيني عليكي، ايه اللي انا شايفه ده؟ الحمد لله ربنا يفرح قلبك، اتخضيت الفيديوهات غريبة اللي عمالة اشوفها. بجد مصر والله مش عارف اقول لحضرتك يعني، والله يعني مجهود حضرتك يعني طول السنة والله بان في الامتحان ده. لا استنى، رايح فين؟ رايم لك. ابدأ بداية صح عشان توصل للنجاح. تشرفنا ان شاء الله، متواجد معاك في سنتر المستر، متواجد معاك في سنتر المحروسة ان شاء الله. ان شاء الله عام جديد لكل تفوق، واشوفكم على خير كلكم. كل سنة وانتم طيبين.